زمان كان في اتنين اخوات اسمهم حسن وحسين، وكل واحد فيهم اتفق يفتح مشروع خاص بيه. حسن فتح مطعم وحسين فتح كافيه. حسن مهتمش خالص باللوجو بتاعه ولا اهتم بشغل التعبئة والتغليف، وكل حاجة عنده كانت سادة وملهاش شكل من أطباق وكوبايات وشنط. بس حسين كان مهتم جدا وتعاقد مع شركة سوبلاست اللي اهتمت بشكل التعبئة والتغليف بأعلى جودة وأفضل الخامات. النتيجة حسن ما تعرفش قوي، برغم ان أكله كان كويس بس ما كانش له هوية وسط الناس. وحسين أكله والمشروبات بتاعته كانت جبارة واتحفظت في مخ العملاء لأن اسمه كان على كل حاجة بشكل مناسب وجميل. وانت كمان لو عندك مطعم أو فندق أو كافيه أو حتى عربية أكل أو مخبز وحابب تبقى زي حسين، تقدر تتواصل معنا وتتفق على اللي انت عايزه، واحنا هنقدم لك أفضل جودة شغل بأحسن الأسعار.